السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة. بعتذر. الحلقة اللي احنا هنعيدها النهاردة دي، الحلقة دي أنا نزلتها بالفعل لكن الصوت بتاعها الصورة بتاعتها ما كانتش واضحة، ومعلش بعتذر برضو، ده كان عيب عندي في الـ في الـ في الكاميرا، معلش أنا بعتذر. فبالتالي احنا هنعيدها تاني النهاردة إن شاء الله لكن بصورة أوضح شوية. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ. تعلم وعلم طفلك الإملاء وأنا معك. قدامي قطعة أو قدامي جملة اهي، أنا عايز أقرأها الأول وبعد كده نكمل الايه الكلمات. ركز معايا عشان أقرأ كلمات زي دي بكل سهولة. أنا بحدد ثلاث حاجات في الكلمة. الكلمة ما بتتعداش عن ثلاث أشياء. أول شيء لو الكلمة فيها مد، يبقى باخد المد مع الممدود، تمام؟ لو الكلمة فيها حرف ساكن يبقى باخد الحرف الساكن مع الحرف اللي قبله، تمام؟ الحاجة التالتة اللي في الكلمة لو الكلمة فيها ألف ولام بحدد فيها لام شمسية ولا لام قمرية. الحاجة بقى الجديدة اللي لو الكلمة فيها حرف زائد عن الكلمة، الكلمة فيها حرف زائد وهنتكلم عن الحروف الزائدة حالا دلوقتي، يبقى بعمل ايه؟ هحدد برضه هي لام شمسيه ولا قمريه عشان اقرا الحرف وهيبان عندي دلوقتي. ركز معايا. يبان عندي الكلمه دي، هاخد اول حاجه اللام دي بعدها ايه؟ بعدها الف، الف مد؟ الف مد يا استاذ، ايه اعرف ان هو الف مد؟ لان معلهوش همزه. يبقى المد هاخده مع الممدود بكل سهوله. هاخد المد هقراه مع الممدود. ادي اول مقطع، ده كده مقطع. التاء اشوف الحرف اللي بعديها، التاء الحرف اللي بعدها عليه سكون، ايوه يبقى التاء هتنطق مع ايه؟ ده حرف ايه؟ ظا. ده حرف ايه؟ ظا. ظا مش من ذا، ذا اللي هي ذا ذا الدال دي اسمها ذا. ذا يعني بحط لساني ما بين اسناني واقول ذا، زي هنا برضو هنا. ها دي ايه دي يا حبايبي؟ ها ثاء ثاء ثاء، برضه بحط لساني ما بين اسناني. انما دي ماهيش ذا، دي اسمها ايه؟ ظا. ظا حرف مفخم، حرف مفخم. لحظه، ده ايه؟ حرف مفخم، يبقى ظا زي ايه؟ زي القا. القا في فرق ما بين القا والكا والضا، ضا والدا، ضا. ركز معايا. دي هنقول عليها هيك ودي هنقول عليها هيك ودي هنقول عليها هيك ودي هنقراها ازاي، ماشي؟ ودي هنقراها ازاي ودي هنقراها ازاي. ركز معايا كويس جدا. السلام عليكم. ماشي، انا بصور حلقه، بعد ما اخلص حلقه اكلمك. حاضر. ايوه بعد ما اخلص حلقه اكلمك. حاضر. معلش يا حبايبي، هنعمله بقى كده ايه. معلش انا اسف. هنا ايه قلنا؟ في كمان، في كمان دي وفي كمان ركز معايا كويس جدا. الحروف المفخمة اهي، دي حروف مفخمة. دي مفخمة ازاي؟ يعني بنطقها من الحلقوم، بقول ايه؟ قا قا. طب ودي ضا
ض. طب ودي ظا ظا، ودي طا طا. اما الحروف بقى المرققه الخفيفه دي اسمها ايه؟ كا. شوف دي اسمها ايه؟ قا قا. دي اسمها ايه؟ كا. طب ودي اسمها ايه؟ ضا. طب ودي اسمها ايه؟ دا. طب ودي اسمها ايه؟ ظا ظا. فخمه كده، تخينه كده، غليظه. ظا. ودي اسمها ايه؟ ذا ذا. ها؟ ودي اسمها ايه؟ طا طا، زي طالب طالب. ما بينفعش اقول ايه؟ طالب. ينفع اقول طالب في المدرسه؟ لا، بقول ايه؟ طالب. ها؟ هنا قلب قلب. ما ينفعش اقول كا. ماشي؟ ضا ضا. ضابط. ما ينفعش اقول ايه؟ دابت. ماشي؟ هنا بقى الحروف دي بقى، حرف السين وحرف الثاء اهو، ركز معايا بقى. الثاء اهي، الثاء الثاء زي الذال. مالهم دول؟ حروف تنطق بوضع اللسان بين الايه؟ الاسنان، بين الفكين. ثاء ثاء ثاء، ودي ذا ذا ذا. تمام يا حبايبي؟ نكمل بقى. يبقى احنا قلنا ايه؟ ها؟ قلنا نعمل ايه الاول؟ ها؟ نعمل ايه؟ ناخد الحرف المد مع الممدود والساكن مع اللي قبله. طيب خلصنا الساكن مع اللي قبله، هناخد الكلمه دي اسمها ايه بقى؟ حرف اللام. يا لام، بسالك اهو، الحرف اللي بعدك عليه سكون؟ لا، ما عليهوش سكون. طب وراه مد؟ انت وراك مد مثلا بالياء ولا حاجه؟ لا، ما وريش مد، ولا بعد مني مد، ولا بعد مني حرف ساكن. يبقى معلش احنا هنقراك لوحدك، انت كده لوحدك هنقراك، وهنعلمك بلون مختلف خالص اللي هو اللون الاحمر ده اهو. يبقى انت لوحدك. ها؟ وناخد الحرف اللي بعدها، الميم. يا ميم، الحرف اللي بعدك عليه سكون؟ لا، ده عليه شد. طب ما هي طالما شد يبقى الحرف اللي بعدك متكرر مرتين، مره عليه سكون ومره عليه فتح. يبقى انت هتقرأي مع النون. طب هتقرأ مع النون ليه؟ لأن النون عليها تعتبر حرفين اتنين، حرف عليه سكون اللي هو علامة الشدة دي، علامة الشدة دي يعني معناها إن في حرف عليه سكون، يعني النون ده هتقرأ مرة عليها سكون ومرة تانية عليها فتحة. طب ما هو الميم هتقرأ مع النون لأن النون كده عليها سكون، وأرجع أقرأ النون تاني لوحدها وأعملها بلون تاني أهو. لو أنا قسمت الكلمة بالشكل ده يا حبايبي، صدقني لو الكلمة مهما كانت كبيرة، مهما كانت عدد حروفها، هتعرف تقرأها كويس جدا جدا. وهنقرأها اهو، المد مع الممدود. هو هنا في مد بالالف، مد الالف يعني ايه؟ يعني الحرف اللي قبل الالف لابد ان يكون عليه فتح، والمد ما يكونش عليه همزه. يبقى اي الف وسط الكلمه او في اخر الكلمه ما عليهوش همزه، على طول هو مد بالالف. طيب ولو ما فيش اي حركه على الحروف، يبقى على طول الحرف اللي قبليه لازم تقراه مفتوح. طيب هقرا اللام مفتوحه اسمها لام. طب لما اجي امدها بعمل ايه؟ بقرا لا لا، الالف ما بتمدش خالص، الالف ما بيقراش لان الف المد لا يقرا. طب الف المد بس، الالف والياء والواو الثلاثه بتوع المد لا يقرا، يكتبوا ولكن لا يقرا. تمام، يبقى هنا ايه بقى؟ ها؟ اقراها ازاي ولا ايه؟ لا، انا مديتها حركه طويله، طولتها حركه طويله، طولت اللام بس. لا لا، ركز معايا، خلاص خلصت منها. فين؟ ها؟ واخد الساكن مع اللي قبله، ها؟ تاء. التاء على فتحه والظاء على سكون. هقراهم ازاي؟ ركز كويس جدا، ها؟ الحرف المفتوح او الحرف اللي قبل الحرف اللي عليه سكون يقرا قراءه كامله، يقرا بالكامل. تاء كامل كده. طب والظاء؟ لا، مش هقراه كله، هقرا جزء منه. شوفوا هو اسمه ايه؟ ظا، مش هو اسمه ظا؟ ها؟ لكن هو عليه سكون، هعمله ازاي؟ ركز معايا، هقول تاء، شوف كامله اهي، تاء، اما الظا هنا اقول ايه؟ هاخد جزء منه، اقول ايه؟ تز تز تز. التاء نطقت كامله، اما الظا حرف ظا ما نطقش كامل، طز. ما قلتش تا ظا، لو قلت ظا يبقى نطق كاملة ويبقى كده غلط. يبقى هقرأهم مع بعض الاثنين في مقطع واحد. تز، يبقى لا تز. ها؟ ده قال هيقرأ لوحده؟ أيوه، يبقى لا تز لي،
لا تظلم. ها الميم بقى مع النون، مش احنا قلنا النون عليها شده يعني عليها سكون قبل كده؟ تمام. ها الميم مع النون تبقى ايه؟ ما الميم تنطق كامله بقى، بس ما تنطقش كامله وتقف عندها، لا تنطق كامله ويلحق بها جزء من النون، تبقى ايه؟ من من من. شوف ما قلتش مانا، قلت من. لا تظلمن، اه تظلمن، يبقى كده النون عليها سكون، بس النون هنا مرتين اثنين، مره عليها سكون وانت قراتها يا استاذ تمام، والمره الثانيه عليها فتح. اقراها ازاي؟ اقول لا تظلمن، لا تظلمن. لو فضلت تقرا بنفس الشكل كده هتعرف تقرا الكلمه كويس جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت هتبقى بسهوله هتعرف تقراها زي المعلم بالظبط. لا تظلمن، يبقى افضل اقرا في الكلمه، ما اقراش الكلمه وانا لسه بتلعثم فيها واقراها قراءه ضعيفه كده وارجع اقرا اللي بعديها، لا 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 خالص. اظل على الكلمه نفسها لغايه ما اقراها زي المعلم بالظبط. لا تظلمن. ها ناخد هنا الالف بعد منك حرف عليه سكون، لا بعد منك مد، لا يبقى هنقراك لوحدك. وناخد الحرف اللي بعده الذال، ذال الذال بعد منك حرف عليه سكون، لا بعد منك مد، ايوه بعد مني مد، يبقى هتنطقي انت والمد مع بعض. ها يبقى ايه؟ ها نقراه مع بعض كده، اي اي اهو وقف، طالما حرف متحرك يعني ينطق لوحده اجي عنده وقف اي، واما الاثنين دول لازم ينطقوا مع بعض. ها ها فهمت دي بايدي؟ برافو عليك يا هيثم، برافو عليك حبيب قلبي هيثم. مفتوح، اه الحرف مفتوح وبعد منه الف عليه ما عليهوش همزه، يبقى مد بالالف، يبقى اي ذا ذا. ركز معايا يا ياسمين. ها يبقى لا تظلمن اذا. ها ناخد الكلمه اللي بعدها الميم بعديك حرف عليه سكون، لا انا بعد مني مد، يبقى هتقراوا انتوا الاثنين مع بعض. والمد لا ينطق، امال بعمل فيه ايه؟ بطول الحرف بس في الكلمه، بطول حرف الميم في النطق، بشده. بشده ازاي؟ هنقول دلوقتي. ها الكاف، يا كاف انت بعد منك حرف عليه سكون، ايوه يبقى انتوا الاثنين مع بعض. تمام. التاء اخر حرف، مش هسالها بقى لان مفيش بعد منها حروف، يبقى هتنطق لوحدها. هتنطق لوحدها. ها يبقى ناخد الحرف المد مع الممدود. ها ما، ما اقولش ماء، ما كده انا نطقت المد مع الممدود. ما زي هنا ايه؟ ذا زي هنا؟ لا. ما وقف وقف، ما اقولش ماك، ما كملش كده. القراءة مش بتبقى بالشكل ده يا حبايبي، القراءة تقرأ تتقسم الكلمة الأول وتتقرأ قراءة صحيحة. الكاف ما ينفعش أقرأها مع الميم خالص، ما ينفعش، لأن الكاف بعدها حرف ساكن، يبقى هتنطق مع الحرف الساكن. ها طب الكاف عليها ضمه تبقى ايه؟ كو، مش قو، لا كو، كو بالكاف، كاف مش قا، كو كو. يبقى هنطق الكو كامله وانطق جزء من النون، بس الاثنين مع بعض في مقطع واحد. اقول ايه؟ كن كن كن، يبقى ما كن ما كن. ها واخر حرف التاء يا استاذ، مفتوح ولا مكسور ولا مضموم؟ مفتوح. طب التاء المفتوحه تقرا ايه؟ ازاي؟ تاء، يبقى ما كن تاء، ما كن تاء. وارجع اجيب من الاول، لا تظلمن اذا ما كن تاء. ركز معايا. ها ميم وبعدها قاف. ها الميم والقاف، ها حبايب قلبي الميم والقاف مالها؟ اه يا استاذ هنقراهم مع بعض، برافو عليك. عشان القاف عليها سكون يبقى تقرا مع الايه؟ الحرف اللي قبلها. ها ها التاء تقرا لوحدها ولا بعد الحرف اللي بعديها؟ برافو هيثم، برافو حبيب قلبي، برافو برافو. التاء تقرا لوحدها لان الحرف اللي بعديها ولا عليه سكون ولا عليه سكون ولا عليه وراه مد. طب الدال، ها الحرف هتنطق برضه يا استاذ لوحدها، ليه؟ لان الحرف اللي بعديها اللي هو حرف الراء ما عليهوش سكون، يبقى تنطق لوحدها. طب ودي بقى را، را عليها فتحتين اتنين، تبقى ركز معايا، را على اي حرف عليه فتحتين
لازم ينتهي نقرا الحرف ونزود عليه نون ساكنه في القراءه. نون ساكنه في القراءه مش في الكتابه، ما نكتبهاش، نقراها. مش احنا عندنا هنا حروف تكتب اهي لكن لا تنطق؟ انا عندي هنا بقى حروف تنطق ولا تكتب، اللي ايه؟ التنوين. كده اسمه تنوين بايه؟ هي الراء عليها فتحه ولا كسره؟ فتحتين، يبقى تنوين بالفتح. طب لو كسرتين تحت يبقى تنوين بالكسر، طب ضمتين يبقى تنوين بالضم. طب هقراهم ازاي؟ ركز معايا، هقول الراء دي مفتوحه صح؟ اقول ايه؟ راء. راء مفتوحه ايه؟ طيب هقراها من هنا ازاي؟ اقول ايه؟ راء وازود نون ساكنه زي ايه كده؟ اهي راء مفتوحه اهي وازود عليها نون ساكنه. طب هنقراها ازاي بقى؟ اهي الساكن مع اللي قبله تبقى اسمها ايه بقى؟ رن. رن اهي دي بتقرا بهذا الشكل، رن رن. طب لو تحتيها بقى كسرتين اتنين، لازم يكونوا كسرتين او فتحتين او ضمتين اهو، تبقى ايه؟ ها ها ري. الراء مكسوره ايه؟ ري. الكسره الثانيه دي بتاعت النون الساكنه، ها ري ري. رن رن رن. ماشي؟ يبقى هي دي تقرا ازاي؟ راء مفتوحه وازود عليها نون ساكنه، بس يقراوا مع بعض، ساكن مع اللام. رن. طب مكسوره؟ رن. طب مضمومه؟ ها؟ الراء لما يكون على ضمه نقراها نقول عليها ايه؟ اي حرف عليه ضمه؟ رو. بضم بضم ايه؟ ايه؟ مش عارف فمي ولا تمي زي ما العرب بيقولوا تمي. ماشي؟ بضم تمي او فمي واقول رو اهي، دي اسمها رو. رو. امال الضمه الثانيه اللي هي مكان النون اللي هننطقها، هننطقها مش هنكتبها، يبقى ايه؟ رن رن. يبقى النون كده بتكتب؟ لا ما بتكتبش، بس انا بوضحها لك تقراها ازاي. طيب ها، يبقى نقرا دي بقى كده. بس في هنا يا استاذ الف هقول لك عليه دلوقتي حالا، ها هنقراه مع بعض. ما مق 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 وقف، ما اقولش مقاتل، ما ينفعش خالص القراءه بالشكل ده، ما تنفعش، لازم الكلمه تتقسم. لو قسمت الكلمه وتقرا كل حاجه والله سليمه جدا، مش هتحتاج ان انا اصلا في اي حاجه. ها مق، ها التاء هتقرا لوحدها، ها التاء عليها فتحه، يبقى مق تاء مق تاء. ها والدال تحتها كسره، ها ما اقولش دي واسكت بقى، اجيبها من الاول تاني. مق تاء دي، ها ها دي اسمها ايه بقى؟ رن. مق تاء دي رن. لا تظلمن اذا ما كنت مق تاء دي رن. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا. طب الالف يا استاذ انت بتتكلم في ده، ايه الالف ده؟ الالف ده يا حبيب قلبي ياتي مع تنوين الفتحه، اي كلمه منونه بالفتحه لازم ينتهي تنتهي بالف، الف المد ده، ما عدا الكلمات التي تنتهي، ركز معايا بقى، ممكن نمسح حته من كده بس كده عشان نبينها، ما عدا الكلمات اللي بتنتهي بهمزه يسبقها الف مد، يسبقها الف ايه؟ مد او تاء مربوطه، ايا كان بقى تاء مربوطه كده او تاء مربوطه كده. والتاء المربوطه يا حبيب قلبي زي الهاء بس لازم عليها نقطتين، من غير نقطتين تبقى هاء. طب يعني ايه؟ يعني ايه؟ طيب يعني اعمل ايه؟ يعني همزه قبلها الف مد، همزه قبلها الف مد، يبقى ما احطش الف كمان، اروح جاي حاطط التنوين على الهمزه بس. وهديك مثال حالا دلوقتي. مش هنقول مساء، لا. هنقول ايه؟ كلمة تانية خالص. ها؟ نقرأها بقى مع بعض؟ ها؟ كلها متحركة. كلها متحركة، مش ولا واحد ساكن هنا اهو، مفيش إلا الزاي دي بس. هتنطق مع بعضها، ها؟ جا زا، والهمزه تنطق ايه؟ آه. الهمزه هي عباره عن ألف، جزاء، آه. آه
يبقى عليها فتحه بس. طب لو عليها فتحتين احنا قلنا ايه؟ نزود دون ساكنه. ان جزاء ان في الوقت ده ما ينفعش احط الف تاني. ليه؟ لا يجوز وضع ثلاث الفات ورا بعض. ما فيش كلمه في اللغه العربيه الحرف فيها متكرر ثلاث مرات مع بعض، لا يمكن. عرفت؟ طب والكلمه اللي الاخيره تاء مربوطه برضه تحط عليها التنوين بس وتقرا منونه بدون الف، ماشي. اما الباقي بقيه الكلمات اللي لا تنتهي بهمزه بس لازم همزه قبلها الف مد. طب لو همزه ما فيش قبلها الف مد احط الف. يعني ايه؟ زي كده اهي نفس الكلام اهو اهي جزء هننطق ساكن مع الابل جزء ان هنا لازم احط الف بقى. طب حطيت الف ليه؟ لان الهمزه اصلا مش قبلها الف مد. تمام؟ وصلت؟ لا تظلمن اذا ما كنت مقتدي رن. ها ركز معايا هنا بقى. فاء فاء الفاء من الحروف الزائده. الفاء من الحروف الايه؟ الزائده. ايه الحروف الزائده يا استاذ؟ احنا قلناها قبل كده وبنقول تاني. بنقول تاني للناس الجداد اللي لما ايه؟ بيدخلوا على الحلقات بدون ترتيب. الحلقات يا حبيب قلبي ادخل الاول على 12 نصيحه هامه. عندي حلقتين اتنين في الفيديو في القناه اسمهم 12 نصيحه هامه. ادخل على الحلقات دي وسجل النصائح وابدا مع النصائح من اول نصيحه. هتعمل ايه؟ هتقرا الحروف كامله وتحفظها وتكتبها املاء وقراءه وكتاب، يبقى تنفذ النصيحه الاولى وبعد كده تتنقل على النصيحه الثانيه. بالشكل ده على ما توصل ل 12 نصيحه تكون بتقرا زي المعلم بالظبط بفضل الله طبعا كل شيء. ها بنقول هنا الفاء من الحروف الزائده، ايه اللي عرفني؟ الفاء والكاف والباء، لا بلاش الباء، الواو. الواو والباء. ركز معايا. دي حروف زائدة عن الكلمة. الزائدة يعني ايه؟ بتيجي في نص الكلمة؟ لا لازم تيجي في الأول. الفاء دائما تأتي مفتوحة. والكاف مفتوحة. والواو مفتوحة. أما الباء دائما تأتي مكسورة. وركز كويس جدا جدا جدا. الفاء تأتي مفتوحة والكاف مفتوحة والواو مفتوحة والباء تأتي مكسورة، ركز كويس. طيب هنا تنطق ازاي؟ أما يكون في كلمة فيها حرف زائد، حرف زائد. الحرف الزائد يا حبيب قلبي ركز معايا، الحرف الزائد يأتي مع الكلمات اللي فيها اللي بعدها ألف ولام، بعد الحرف الزائد ألف ولام أهو. وحرف زائد يأتي بعد الكلمات اللي ما فيهاش ألف ولام خالص. بس الصعوبة عندنا في الحرف الزائد اللي بيأتي مع الألف واللام. طب هقرأه ازاي؟ ركز معايا، ما اقرأش الحرف، ما اقرأش الكلمة دي خالص الأول، إلا ما أشوف الأول. ماليش دعوة بالحرف الزائد. خلاص؟ هشوف الحرف اللي بعد الألف واللام، عليه شدة؟ أيوة يا أستاذ عليه شدة. أيوة، يبقى كده إذا هنا الكلمة دي فيها لام شمسية. لام ايه؟ شمسي. طب اللام الشمسية بنعمل فيها ايه؟ بنقرأها؟ لا يا أستاذ ده اللام لا تقرأ. الكلمة اللي فيها لام شمسية اللام لا تقرأ. ده الحرف ده هيقرأ مرتين. مرة عليه سكون، لازم سكون الأول. سكون ومرة عليه ايه؟ السكون هي علامة الشدة يا حبايبي. لما تشوف شده كده تعرف ان الظا دي هتنطق مره عليها سكون ومره عليها ايه؟ ضمه. نرجع لوضعنا تاني واحنا بنقول بقى. قبل ما انطق الكلمه لازم احدد الكلمه اللي فيها الف ولام بعد الحرف الزائد، هل هي شمسيه ام قمريه؟ انا عرفت دلوقتي ان هي شمسيه، شمسيه يعني اللام مش هتنطق. شوف الجديد بقى ان الحرف الزائد ما بيخليكش تنطق الالف كمان. الا يعني الكلمه اللي فيها لام شمسيه مش هنطق فيها ولا الالف ولا اللام، صح؟ ولا الالف ولا اللام. ركز معايا، ركز معايا يا هيثم، ركز معايا يا ياسمين، ها استاذه سماح، ها ركز معايا، ها يا عمر يا ابراهيم يا فاطمه يا انهاك، كلكم حبايبي، ماشي؟ ركز معايا. هنعمل ايه يا هيثم؟ هنعمل ايه؟ مش هنقرا الالف واللام. امال هنعمل ايه؟ هنقرا الحرف الزائد ده مع الحرف ده مرتين اتنين. مفيش الف ولام هكتبهم. لو قال لي هقول لك ازاي تكتب وتعرف، ماشي؟ ها؟ يبقى نقول ايه؟
طب الفاء هتنطق مع الظاء على سكون تبقى ايه؟ فظ اهي هكتبها لك يا سيدي ادي الفاء اهي انا مقطع اهو اهو مقطع اهو والفاء عليها فتحة ها مش هقول ان الفاء مفتوحة ها يبقى ايه؟ الساكن مع اللي قبله تمام يبقى فظو فظو شوف ده فظو فظو بس هنا في كمان لام اهي بقى واللام عليها سكون اللللللل طب هاخدها كده وانطقها عليها سكون واحنا قلنا الساكن مع اللي ايه؟ مع اللي قبله يبقى دي ماليش دعوه بيها خالص هنطق دي مع دي فظل 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 ها مو فظل مو فظل مو كده بنتكلم في لام في كلمه فيها لام ها شمسيه طب لو الكلمه بقى فيها لام قمريه ماشي هنقول ايه مثلا نفس الفاء اهي الفاء خد بالك الفاء هي نفسها هي الكاف هي الواو هي الباء طب هناخد الواو بقول ايه الواو اهي مفتوحه اهي بلاش الواو الفاء برضه اهي عشان ما تقولش الفاء انا مش هعرف اقراها بقول ايه فالولد فال اذا نطق الحرف الزائد المعلم لما يملك املا اذا نطق اي حرف من الحروف الزائده ده هم بس بنفس حركاتهم بنفس حركاتهم ماشي يعني الكاف دي لو عليها ما عليهاش فتحه ما تبقاش زائده ما تبقاش زائده خالص زي كلمه كل كاف كاف عليها ضمه ولا ما تبقاش زائده ركز معايا لازم تكون مفتوحه والفاء مفتوحه ولو مفتوحه والباء لازم تكون مكسوره طب لما يقول ايه فل ركز معايا هنا قال لي ايه فظوا شوف مش احنا قرانا كده فظوا اذا نطق الحرف الزائد ونطق حرف بعد منه مش لام مش لام نطق اي حرف بعد منه مرتين اتنين يبقى الكلمه على طول فيها الف ولام شمسيه فيها الف ولام شمسيه ايه الف ولام لان الحرف الزائد بيحذف لي في الالف في النطق ما بنطقوش ما بقولش فا وهي مش مد كده الالف مش مد ليه مش مد يا استاذ لان الحرف ده زياده اصلا لما اشيله يبقى الالف جايه في اول الكلمه والاول في اول الكلمه ما هيش مد لان المد لازم ياتي قبل منه حاجه تمد ماشي يبقى فظ اذا نطق الحرف الزائد مع حرف متكرر مرتين يبقى الكلمه فيها الف ولام طب اذا نطق الحرف الزائد ده مع لام عليها سكون لازم تكون لام عليها سكون عليها سكون. لازم تكون عليها سكون لما يقول ايه فالولد فال احنا اتفقنا على المبدا قلنا ايه المبدا ان الحروف الزائده ده كلها دي كده مالها ها بتحذف الالف نطقا نطقا يعني ايه يعني بيتكتب بس ما بنطقوش تمام طيب لما يقول لي فال يبقى نطق بعد الفاء ايه لام اوعى تكتب اللام لازم اكتب الالف اللي هو انحذف اهو ويشبكه طبعا يشبك هو مش هيشبك في الواو بس انما يشبك في كل الحروف فال واروح جايب عامل اللام اهو ده بيقول لي فال و و الواو اهي اوعى تقول الواو زائده الحروف الزائده بتاتي في بدايه الكلمه بس فال اهي فال اللي عليها سكون اهي فال و لا دو شوف قال لي ايه فال نطق الحرف الزائد ونطق حرف اللام لازم يكون عليها سكون يا حبيبي لو ما عليها سكون ما تبقاش حرف ما تبقاش كلمه فيها لام شمسيه ولا لام قمريه لازم اللام تبقى عليها سكون فال ولا انما هنا قال لي بقى ما قالش فال ما قالش فال ظلم قال لي فظلم يبقى لما ينطق الحرف الزائد يا حبيب قلبي والحرف يتكرر بعد الحرف الزائد مرتين اي حرف الفاء اتكرر بعدها حرف مرتين، الكاف اتكرر بعدها حرف مرتين، الواو اتكرر بعدها حرف مرتين، يعني نطق مرتين، الباء يتكرر بعدها حرف مرتين، يبقى الكلمة بعد الحرف الزائد فيها ألف ولام، فيها ألف وإيه؟ ولام، فيها ألف وإيه؟ ولام. طيب، إذا نطقت الحرف الزائد بقى وبعد منه لام عليها سكون، يبقى بس الألف بس. هحط الألف. ماشي؟ طيب، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم. ركز معايا ليه بقى فالظلم يرجع عقباه
إلى الندم. يرجع عقباه إلى الندم. هنكمل بيت الإملاء لو في حد عايز يكملها كمان. ماشي؟ فالظلم أزاي هي فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي تواصل 010-211-69941. أنا عايز حبايبي ما يتواصلوش معايا، أنا عايز اشتراكات في القناة، عايز اشتراك وتفعيل زر الجرس، لأن كتير قوي بيتواصلوا معايا وما عندهمش فكرة عن الاشتراك، يقول لك أنا مش مشترك، أنا ما أعرفش اشترك إزاي. تخش على القناة اسمها قناة بسيوني عياد كده، وهتلاقي صوتي هناك، قناة بسيوني عياد، ادخل على القناة واشترك وفعل زر الجرس. ماشي؟ وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة بسيوني عياد لتحسين الخط العربي أو القراءة والكتابة، مش فاكر. شكرا. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.